Ja, salam alaikum. In Ramadan Karim. Yes, the journey continues from the group stages to the knockout stages where you only have two chances, and you have your home chance and an away chance. You only have two games. And you don't have opportunity to lose two games like in the group. You win and you go through. So very difficult match, of course. I think if you look at the CAF Super Cup in Qatar, it gives you the message of us and Raga. I don't know well the history of Ali with Raga before I was here, but all the Moroccan teams have been very difficult to us. We have never found it easier with Wydad. We didn't find it easier with Berkane, and we are not gonna and we didn't find it easy with we're not gonna find it easy again for the third time. طيب هسترجم برضه عشان ما تطولش اكتر. هو بيقول ان خلاص خرجنا من الظروف السهله، بقى دخلنا في الظروف الاصعب. دوري المجموعات ممكن تخسر ماتشين ومع ذلك ممكن تتاهل بالنقاط. لا، انت تاتي ماتشين لازم تتاهل من خلالهم، فلازم تكسب. وهنلعب مع فريق، طبعا لو بصيت على ماتش الاهلي والرجاء في قطر، ماتش سوبر، تبقى مجرد رساله ليك تفهمك قد ايه الماتشات بتبقى صعبه. عموما الماتشات مع الفرق المغربيه ما كانت سهله، عمرها ما كانت سهله مع الرجاء قبل كده في السوبر، ولا مع نهضه البركان، ولا مع الوداد. انا مش عارف تاريخ الاهلي ايه مع الفرق المغربيه، بس اعتقد بتبقى في صعوبه للتاهل. الماتشات ما بتبقاش سهله. We're playing a team that has won their group. In the group stages, they won their group, so they are the best team in the group. So we're not number one in our group, so we have to respect them. نلعب مع فرقة كسبت في مجموعتها وتصدرت المجموعة، احنا ما كناش متصدرين مجموعتنا، كنا تاني المجموعة، فلازم نحترمهم. And they have a very good coach who is a friend of mine. ومدربهم مدرب كويس جدا وهو صديق لكوتش موسيماني. Who sits next to me in the FIFA CAF Pro coaching license. He's sitting next to me. كان قاعد جنبه وهم بيدرسوا في الفيفا كاف البرو لايسنس بتاعت المدربين. So I know it's going to be difficult because I belong to a group of all the coaches in Morocco. لا، فتبقى صعب لان كنت في مجموعه المدربين من افضل المدربين في المغرب. The Wydad coach, Raga Casablanca coach, and other teams. ده مدربين الوداد ورجاء والفرق التانية في المغرب. And we are brothers and we chat also on the WhatsApp group. احنا اصدقاء بنتكلم على الشات على الواتساب، احنا بنتكلم. So it's going to be difficult for me. هتبقى صعبة طبعا بالنسبة لي. طبعا زي ما الكوتش قال كده، الماتشين مهمين طبعا، يهمنا فيهم ان احنا نصعد للدور اللي بعده. طبعا بداية من الماتش اللي هنا على ارضنا وسط جمهورنا، فده بيدينا دافع كبير ان احنا نفرح الجمهور بتاعنا. فاعتقد البدايه ان شاء الله بكره تكون بدايه كويسه ونقدر نعمل حاجه كويسه باذن الله. انا من وجهه نظر يعني ان ما فيش افضليه ان احنا نلعب هنا الاول او هناك الاول. احنا هنا لازم نكسب وما يدخلش فينا اهداف، وهناك نفس الكلام ان احنا لازم ما يدخلش فينا اهداف ولازم نصعد من الدور. فالهدف من الماتشين انك تصعد من الدور. فاحنا تفكيرنا كله هنا في ماتش بكره، البدايه بتاعتنا مهمه جدا ان احنا نقدر نكسب وما يدخلش فينا اهداف. ده من الاهداف بتاعتنا، وهناك ان شاء الله نروح هناك ما يدخلش فينا اهداف ونقدر نجيب برضو. فبدايه ماتش بكره مهمه جدا ان احنا ما يجيش فينا ونقدر نجيب. ده كل تفكيرنا ان شاء الله. Our doctor is the one who can talk about this. هو بيحكي الدكتور بتاعنا، الطبيب بتاعنا هو اللي ممكن يكلمك عن الحاله الطبيه لبدر بنون. But he's absent will affect the team. We miss بدر. طبعا احنا مفتقدين بدر في الملعب. We miss اكرم. مفتقدين برضو اكرم توفيق. We miss امار.
وعمار حمدي. And we have a lot of injuries now. عندي اصابات كتير دلوقتي. And you might see the team different tomorrow. ممكن تشوف فريق مختلف بكره. But injuries are part of the game. لكن الاصابات جزء من اللعبه يعني. And we're going to talk about injuries the day before the match, you lost the game already. لو هنتكلم عن الاصابات والغيابات ليله المباراه هنفقد التركيز وهنفقد الماتش.